الرحلة من بوركينا إلى مالي كم استغرقت شيخنا؟ هذا على كل حال كأنه استغرق أيام فقط، أيام للتوقف لدي، ما اتجهت إلى البلدة التي كنت أقصدها مباشرة توقفت في سيغو. فهذا أيام، هذه عدد الأيام التي لا أذكرها بالضبط. نعم. رأيت لأني لما توقفت في هذه البلدة في سيغو هذه، أمي قلت لكم أنه أصل من مالي. نعم. من سيغو. نعم. أمي بلدهم الأصلي أو بلد أبيها وأم أبيها وأمها في قرية أو في ضاحية من ضواحي سيغو. نعم. لكنهم استوطنوا بعد ذلك سيغو. سيغو. المدينة الكبيرة. فرحت إلى هذه الضواحي حتى أشوف أقف أحواله. أي نعم. نعم. رأيت. ولذلك مكثت كم يوم في سيغو ثم ذهبت إلى برولي. نعم. إلى هذا الشيخ الذي كنت قاصده. أيوه. بكر دمبا. أيوه بكر دمبا. ما شاء الله. رأيت. وفي هذه الحالة أو في هذه الرحلة من سيغو إلى تلك القرى لأمي ركبت البحر. ما شاء الله. هذا ما يلفت النظر. نعم صحيح. كيف يعني في شيء صغير أو كبير شيخنا؟ يعني الانتقال في قوارب صغيرة. قوارب صغيرة. قوارب صغيرة. أيوه. قوارب صغيرة. أول مرة. تركب البحر بالمجاديف كانت شيخنا. بالمجاديف. نعم. كيفك مع دوار البحر شيخنا؟ والله نسيت ماذا حصل. الحمد لله. الحمد لله على السلام. الحمد لله على السلام. حتى وصلت بعد ذلك رجعت. فلما ركبت البحر إلى قرية لهؤلاء لأهل أمي أو لأقارب أمي، فلما نزلت في هذه القرية هم قالوا لي إذا عرفوا أني أريد إيش أريد برولي. نعم. برولي أمامي. فقالوا من الممكن أن تركب البحر أيضا وتستمر وتنزل إلى قرية قريبة من برولي ثم تنزل وتأخذ سيارة إلى برولي. وهذا أسهل. وهذا أسهل. نعم. رأيت. نعم. وهكذا فعلت. نعم والله البحر أسهل من البر في أفريقيا. الله. نعم والله. على كل حال الحمد لله على السلامة. فوصلت إلى برويل على كل حال والحمد لله. الحمد لله أولا وآخرا.